أعداء النجاح، هذا واحد. اثنين، أكو ناس ما عندهم قدرة وتصور. أنا هسه منا سولف على 360 مليار مع الأخ الضيف، كل حلقة في اليوم تجمعني بيها وأجيب لك البيانات، نطلع الموازنات من قدوم المالكي لحد انتهاء فترة المالكي، أجيب لك إيش قد صادرات النفط، وموازنة سنة سنة درجة العجز بها، المشاريع اللي انحالت. يا أخي اليوم، اليوم هسه أنا اليوم أكو مشكلة موجودة. اليوم راح أعطيك مثل. اليوم أنا كنت في زيارة للمصرف العقاري، البوق على قدم وساق، أكو ورقة صفراء. سألنا حدهم، قلنا له عمي هذا المقروض يريدون عنده مليون دولار، قالوا مليون دينار، قالوا والله زين. قلنا له عمي عندكم موظفة تريد 40 ورقة من هو قرض من البنك حتى يعطون للمواطن يشتري. اليوم تدري راح مدير المصرف مالت المركز، راح المحافظة تواصل. تدري سوت السماسرة؟ يعني بنعطيك حالات مستحقة، كل واحد قام يخابر ربعه، لأن سماسرة زوجة فلان وهذا وضع طبيعي. بس اسمعني أبو حسين، خلنا أوصل لك فكرة. أنا من أوصل لك المصرف العقاري، مو بس المصرف العقاري، يعني بما معناه أنطيك وزارة الصحة، وأنطيك وزارة النفط، وأنطيك وزارة التربية، وأنطيك التعليم. أنطيك مثل واحد، لما ينهار شارع بنيناه 7 مرات 8 مرات، وكل يوم قاشطينه ومراجعينه، قاشطينه ومراجعينه، هذا مثلا منو؟ الحكومة المركزية مسؤولة عنه. أنا من أتحدث مرات كنت أتحدث بوجدان وبحقائق وبآلية واقعية وبشرف الكلام. ما أجي بس ليش ما تريد المالكي؟ تعال سولف وياي أنت المالكي. شوف أنا أختلف عن كل الموجودين. كل الموجودين يقول الحكومة المالكي بالدورة الأولى زينة، بالثانية مو زينة. تدري ليش؟ المالكي بالدورة الأولى كان حديث العهد، من اجى وشاف الكل تبوق للكل، هاي الوزاره يصير هاي مالتي لا حد يتدخل بها، عروضي وشخصياتي وعسى ما اجي بزباله تقبل غصبا عليه. من اجى قالوا يابا انا بدت العالم تحكي حكومه المالك، من بدا يقرطف انقلبوا عليه. وشفت مؤتمر اربيل ومؤتمر النجف والمؤتمرات واقاله المالكي واستجواب الوزراء مالته. بس معنا بس مي. أنا لما أجي لهذا الموضوع، ولما أجي ثاني شيء تتحدث باسم الشارع، جنابك كمدني اليوم تقول تتحدث باسم الشارع.